أهلا بكم في حلقة جديدة من بتوقيت مصر، وفيها استئناف مفاوضات سد النهضة على مستوى وزراء الخارجية والري، إحالة مادتي عقوبة الزنا للدستورية في حكم وصفه البعض بالتاريخي، ونناقش وضع كورونا في مصر بعد أزمة مستشفيي الحسينية وزفت للعزل. تابعونا. أهلا بكم. شارك كل من سامح شكري وزير الخارجية والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري في الاجتماع السداسي حول أزمة سد النهضة الذي عقد اليوم لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا برئاسة جنوب إفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي. وأكدت مصر خلال الاجتماع على ضرورة التوصل في أقرب فرصة ممكنة إلى اتفاق على سد النهضة الإثيوبي وقبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن في الوقت ذاته حقوق مصر المائية. وخلص الاجتماع إلى التوافق على عقد جولة مفاوضات جديدة بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع بهدف التباحث حول الجوانب الموضوعية والنقاط الخلافية في اتفاق سد النهضة بحضور المراقبين الذين يشاركون في المفاوضات والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي، على أن يتم نهاية هذا الأسبوع عقد اجتماع سداسي للنظر في مخرجات جولة المفاوضات. نرحب عبر الهاتف من القاهرة بالدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة. دكتور نادر، برحب بيك، وعايز أسألك في البداية، لأنه في اليومين اللي فاتوا كان في تصعيد سياسي كده نقدر نقول بين مصر وإثيوبيا بعد تصريح الوزير الإثيوبي بخصوص أن مصر بتحاول تأخر وتعطل و تعرقل المفاوضات تجاه سد النهضة، يعني عشان تحقق مصالح سياسية وتغطي على مشاكل داخلية. الخارجية استدعت القائم بالأعمال، استنكرت هذه التصريحات. إلى أي مدى التصريحات والتصعيد السياسي المتبادل ده ممكن يؤثر على سير المفاوضات؟ هو فعلا احنا فوجئنا في الأسبوع الماضي بتأخير الأول الديسكليمر، فوجئنا بهذا التصعيد الإثيوبي وانتقاد حاد للأوضاع الداخلية في مصر، وإن هم اتهموا مصر إنها بتوهم الشعب المصري على إنهم مهددين بالعطش لإخفاء بعض المشاكل، وده على غير الحقيقة، لأنه الحقيقة أن إثيوبيا لم تعطي أي طمأنينة سواء لمصر أو السودان على حصتهم من المية، أو حتى بلاش حصتهم، ما ستؤول إليه تدفقات مياه النيل الأزرق بعد بناء السد، وهذا ما نتناقش ونتباحث حوله منذ 9 سنوات. أنت لم تضمني أن ألا تقل تدفقات النيل الأزرق عن مسيلتها قبل بناء السد، أو حتى ستقل بقدر معين لا يسبب أضرارا جسيمة لا بمصر ولا بالسودان. ومن هنا كان يعني التلاسن اللي ملوش أي لازمة، واتهام مصر بتخويف الشعب المصري وانبثاق، وكأن السد الإثيوبي سوف يفيد مصر مثلا والسودان ولن يضرهم. وفي حين النهاردة كان تصريحات وزير المياه الإثيوبي أنه قال إن احنا تعملوا في اعتباراتكم أننا لن نوافق على أي اتفاقية تمنع إثيوبيا من الاستفادة الكاملة بمياه نهر النيل، حتى ولو كانت لديها عدة بدائل أو 9 بدائل من الأنهار الأخرى. فإذا كل دي الحقيقة يعني ملاسنات إثيوبية لا ندري الغرض منها، التلهية الموقف أو وضعنا دائما في موقف دفاع واستمرارهم هم في موقف المهاجم دائما. إنما نأمل أن تكون المبادرة الجديدة لجنوب أفريقيا قبل شهر من تركها للمنطق، حيث ستسلم المهام إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في أول فبراير، نأمل أن تسلمها المباحثات وهي في حالة حراك وعلى وشك الوصول إلى اتفاق. طيب، المرة دي احنا بنتكلم في يعني شبه جدول زمني، بنتكلم في مباحثات لمدة أسبوع، بعدها على مستوى وزراء الخارجية والري، بعد كده يكون في مخرجات الاجتماع تناقش. هل المسار ده ممكن يكون أفضل شوية من المسارات السابقة اللي كانت يعني بلا أي أفق؟ بالعكس، هو بدأ النهاردة بخلافات عنيفة. مصر في الأول وزير الخارجية قال إننا ينبغي أن نصل إلى توافق قبل بدء الملء الثاني للسد الإثيوبي في شهر يوليو القادم قبل بدء الفيضان، والمحدد والمعلن لإثيوبيا أنها
سوف تخزن 18.4 مليار متر مكعب، يعني 4 أضعاف أو أكثر ما خزنته في العام الماضي، نحو 4.9 مليار، عشان الإجمالي حيصل خلف السد أو أمام السد بمنطق علمي صحيح إلى أكثر من 23.5 مليار متر مكعب، وده هيبقى تأمين كافي للسد بعد كده. وبالتالي مصر حثت على أهمية الوصول إلى توافق وتوقيع اتفاق ملزم لكل الأطراف قبل أن تبدأ إثيوبيا في الملء الثاني للسد في يوليو القادم. السودان كان وضعها مختلف وقالت إننا نريد إنجازا ونريد أن يشارك الخبراء بآرائهم ومقترحاتهم في المباحثات، وهذا ما تم التوافق عليه، وقرروا أن يكون هذا الأسبوع بالكامل عبارة عن مباحثات من الدول الثلاثة مع الخبراء، سواء من الاتحاد الأفريقي أو سواء المكتب الفني للاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، اللي هم كانت إثيوبيا مصرة يكونوا مراقبين. النهاردة السودان حولتهم إلى وسطاء هيستمعوا للثلاث دول ويحددوا المشاكل بدقة وأوجه الاختلاف بدقة، وبالتالي يرفعوا تقريرا في نهاية الأسبوع في اجتماع يضم وزراء الخارجية ووزراء التقرير هيرفع لجنوب أفريقيا كرئيس الاتحاد الأفريقي، وسيعلن في الاجتماع القادم بعد أسبوع على الوزراء المياه ووزارة الخارجية أنه تم حصر الاختلافات في كذا وتم التوافق على كذا، وبالتالي نأمل الوصول وتستمر جنوب أفريقيا في قيادة المباحثات ربما لأسبوع آخر أو أسبوعين، ما زال أمامنا شهر يناير. إنما برضو رد الوزير الإثيوبي وقال أنه لن نوافق على توقيع أي اتفاق يحرمنا من الاستغلال الكامل لمياه النيل الأزرق وكافة طلوع نهر النيل، وما فيش حد طلب عدم استغلال مياه النيل الأزرق سواء في توليد الكهرباء لا تستنزف مياه كثيرة، ولكن فقط طمأنت مصر والسودان على أن تدفقات النيل الأزرق لم تقل كثيرا عن مسيلاتها قبل بناء السد، حتى نطمئن على استمرار المعيشة، خاصة في دولة تعاني من فقر مائي مدقع زي مصر، عندنا 42 مليار عجز في الميزان المائي. طيب هل تصريحات الوزير الإثيوبي دي معناها أن المفاوضات فشلت أصلا قبل أن تبدأ، ولا لسه في أفق وفي يعني محاولات قد تنجح؟ لا، هو برضو كالعادة لابد الجانب الإثيوبي دائما في المباحثات ينتهك منهج الهجوم، انه يبدا دائما مهاجم ويضع مصر والسودان في موقف المدافع، فهو بدا ايضا كعادتهم في كل الاجتماعات السابقه بالهجوم بانه لن نوافق على توقيع اي اتفاق يمس بسادتنا على نهر النيل او يقلل من استفادتنا، وهذا ما لم تطلبه لا مصر ولا السودان ولا رؤساء الدول، وجميعهم متفقين على استغلال اثيوبيا للنيل الازرق في التنميه وتوليد الكهرباء كما تشاء، وتمنينا لها الخير على مستوى الرؤساء في مصر والسودان، ولكن لا يكون ذلك على حساب حياه الشعوب في مصر والسودان بتقليل حصتهم من المياه. وبالتالي هنا انه لابد من اثيوبيا ان تعطي طمانينه لكل من مصر والسودان بان المياه لن تنقص كثيرا، وان تدفقات الدين الازرق اللي هي كانت 50 مليار مثلا ممكن تنخفض الى 40، تنخفض، المهم نتفق تنخفض الى كام عشان كل دوله تبني حساباتها وتوزيع المياه على باقي القطاعات طوال العام. يعني عندنا قطاع زراعي مستهلك للميه، ثم قطاع صناعي وقطاع منزلي ومحليات وبيئه، كل دول كل سنه بنشوف الميزان المائي قد ايه، حصتنا من الميه قد ايه، وبنبدا نوزع عليهم. محتاجين سياسات ترشيد. طيب بنعملها، متى يتدخل الرؤساء يا دكتور، الرؤساء ورؤساء الوزاره في السودان واثيوبيا ورئيس الجمهوريه في مصر، امتى يكون في اجتماع على مستوى عالي يكون في تحديد واضح للمشاكل ايه، الحلول ايه، تعهدات واضحه، بدل ما ندور في نفس الدائرة المفرغة المتعلقة بوزراء الخارجية والري اللي بقالها سنين شغالة؟ مين اللي ممكن يدعو الاجتماع على مستوى القمة بالشكل ده؟ ايه الآلية اللي توصلنا لده؟ حتى الآن إثيوبيا ترفض رفضا باتا رفع الأمر إلى رؤساء الجمهوريات الاجتماع، وسبق أن رفضت قبل الوساطة واللجوء إلى مجلس الأمن هذا الأمر، رغم أن إعلان مبادئ الخرطوم في بند العاشر منه يقول أنه يتم اللجوء إلى وساطة دولية، وإذا فشلت يتم رفع الأمر إلى رؤساء الدول الثلاثة للوصول إلى توافق
أو وضع أسس جديدة للمفاوضات والوصول إلى حلول. ورغم أن إعلان المبادئ الإثيوبية دائما تقول أنها تتبعه هو فقط دون غيره ينص على هذا الأمر، إلا أنها رفضت رفضا باتا طوال العام الماضي أن يحدث اجتماع بين رؤساء الدول الثلاثة لبحث مسألة المستقبل، المفاوضات، مستقبل أمن المياه في الدول الثلاثة، التنمية في الدول الثلاثة. حتى الآن هي ترفض رفضا باتا. وبالتالي إذا فشلت المباحثات مع جنوب أفريقيا هيكون في خيارين بعد كده، إما عودة الملف كاملا إلى مجلس الأمن أو الدعوة لرؤساء الدول الثلاثة للاجتماع للوصول إلى حلول، وليس لمجرد الاتفاق على عودة المفاوضات مرة أخرى. المفاوضات بقالنا 9 سنين وزيادة ولم تحرز أي تقدم حتى الآن، وإثيوبيا تستمتع بذلك لأن هذا في صالحها. وبات الملء الثاني قريبا للغاية بعد 5 شهور من الآن، ومصر والسودان ما حدش فيهم عارف حساباتها من المية المستقبلية ايه، وإثيوبيا قالت علانية نحن لا نضمن اي قدر من المياه لا لمصر ولا للسودان، وكأنها تقول يعني ما نعطيكم لكم ترتضونه دون مناقشة. طبعا ده مش اسلوب اتفاق على قوانين الانهار العابرة للحدود في العالم كله اللي بيحددها حتى قانون الامم المتحدة لمياه الأنهار العابرة للحدود سنة 97 بحتمية التوافق حول حتة معينة والاتفاق عليها. فبالتالي هو مش منا ومش قرار إثيوبي داخلي، هو شيء بينظمه اتفاقيات دولية وبينظمه أيضا حقوق يعني مكتسبة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة. قضت محكمة جنح مستأنف جنوب بنها برئاسة المستشار أحمد وسام قنديل بإحالة المادتين 274 و276 من قانون العقوبات إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيهما في سابقة حول التفريق بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا بالقانون المصري، وذلك على خلفية نظر استئناف سيدة على حكم حبسها بتهمة الزنا. جاء في حيثيات الحكم أن المشرع في المادتين المحالتين للدستورية العليا ميز بين الرجل والمرأة في جريمة الزنا دون مبرر شرعي أو موضوعي لهذه التفرقة التي تقوم على أساس الجنس بالمخالفة للدستور الذي ضمن المساواة بين الرجل والمرأة. وأشار القاضي إلى أن نصوص القانون الحالي مأخوذة من قانون العقوبات الفرنسي القديم الصادر في عام 1810 والتي ألغاها المشرع الفرنسي سنة 1975، بينما ظل المشرع المصري متمسكا بها، وأن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين الرجل والمرأة في العقوبة أو في وسائل الإثبات. حول هذا الحكم أو هذا القرار نرحب عبر خدمة سكايب من القاهرة بالأستاذ نجاد البرعي المحامي بالنقد ومدير المجموعة المتحدة للقانون. برحب بك أستاذ نجاد. أهلا أهلا. هل توافق على الوصف اللي أسبغته الصحافة على هذا الحكم بأنه تاريخي؟ لا، هو يعني طبعا يعني هو حكم ممتاز بس مش تاريخي، لأن المادتين بتوع الزنا دول راحوا المحكمة الدستورية مرتين قبل كده، في مرة منهم في يمكن في منتصف 2020 صدر فيه حكم. راحوا بحاجتين، كانت في يناير 2020 تحديدا لما قصة المسلم ومنزل غير المسلم والكلام ده بالظبط، والمحكمة قالت انه ده المنزل منزل سواء مسلم او غير مسلم، وبالتالي قضت بعدم دستورية هذا النص. وراح مرة تانية في عدم التساوي في العقوبة، لانه الزوج عقوبة الزوجة في الزنا اعلى من عقوبة الزوج. والمحكمة رفضت هذه الدعوة. والمرة دي راح على فكرة مكان الزنا، إنه إذا الزنا يقع من الزوجة في أي مكان ويقع من الزوج في منزل الزوجية فقط. فدي المرة الثالثة. فطبعا بالشكل ده ما تشفع أي يعني تاريخي، إنما نقدر نقول أنه جزء من محاولة المحامين، وأنا بحط تحت المحامين خط، لأن بصراحة كل اللي ودى القضايا دي صحيح وضلوا ودوها، بس الإسهامات القانونية جت من المحامين، محاولة من المحامين ومن القضاء إلى إعادة الاعتبار لمبدأ المساواة في الحقيقة، اللي المواد دي كلها جرحة، كلها بتجرحها. يعني سواء في مسألة كان مسلم ودي خلصنا منها، حتى في عدم التساوي في عقوبة الزنا نفسها ما بين 6 أشهر وسنتين،
هذه مسألة يعني غريب حكم المحكمة الدستورية كان فيها، لكن ده حصل خلاص. يبقى فكرة الزنا في منزل الزوجية أو لا، نأمل أنه يبقى الزنا زنا في أي مكان، زي ما الزوجة تعتبر متهمة أو جانية أو إذا زنت في غير منزل الزوجية في أي مكان، الراجل كده في دفاع طبعا بيقولوه بعض المتمسكين بهذه النقطة، هو أنه الراجل من حقه يتجوز أربعة، فربما إذا الزوجة زبطته في منزل آخر غير منزل الزوجية مع زوجة، تطلع بعد ما بتقتله وتطلع دي مراته مثلا. لكن أنا شايف إن ده مش دفاع مقبول، لأن الزواج الأصل فيه الإعلان، مش هي المفروض إن الواحد تخريجة يتجوز. محامين رجالة غالبا يعني. لا ده بصرف النظر عن حديث الرجاله، هي كانت بتاخد في الاعتبار فكره ان الرجل من حقه يتجوز اربعه، لكن انا رايي انه اصله الاعلان، فالزوج اللي هو ما يعلنش لا، وبقى زواجه في الثاني كمان او زوجه اعتقد الثالث. الزام في القانون ان الزوج او ان الزوجه تعلم بزواج زوجها الثاني، ده بقى يعني المفروض انه بقى مستقر حاليا. اه طبعا ده موجود في القانون، بس برضه عشان نبقى منصفين، في بعض الازواج بيقوموا ببعض الطرق الاحتياليه لمنع وصول هذا الاخطار للزوجه، القانون الزم المأذون انه يخطب الزوجه، بس اللي بياخد العنوان الزوج، اللي بيديله العنوان الزوج، بعض الاحيان بيبقى العنوان مش كامل، في كلمه ناقصه، في رقم البيت بدل 28 18، فيرتد الاعلان. فانا بقول ان ده مش عذر، الزوج لازم يعلن زواجه بشكل عام بالناس تبقى عارفه انها دي مراته الثانيه او مراته الثالثه. فيبقى الغلط هنا في موضوع في موضوع الجريمه وحال الجريمه ملوش محل. وبالتالي انا شخصيا شايف انه دي محاوله من ضمن محاولات عديده لاعاده الاعتبار لمبدا المساواه في القانون. القانون يساوي بين الرجل والمراه، وحصل تعديلات قانونيه كثيره في الموضوع ده، لكن في الحته دي لسه نسمع عصلجه شويه، ربما نسمع خبر كويس طيب، في عدم احنا مشروعيه مش هذا محامين يا الجزء، استاذ نجاد، يبقى عشان طيب. كده عايزين نستغل وجود حضرتك معانا نفهم بعض الاشياء، لانه اللي احنا فاهمينه عن المحكمه الدستوريه العليا اللي هي بتاخد القانون تقيسه بالدستور، والله متوافق تمام مش متوافق يتغير، ده المحكمه صحيح الدستوريه ده دورها واللي احنا فاهمينه عن المحكمه الدستوريه. فبالتالي لما يكون عندنا قانون بيقول المساواه، عندنا الشريعه الاسلاميه نفسها اللي بيقوم عليها الدستور في الماده الثانيه مش بتفرق بين الاثنين، فبالتالي لما يكون عندي الدستور بيقول ده والشريعه الاسلاميه بتقول ده، ايه اللي ممكن يخلي المحكمه الدستوريه العليا يعني لا تستجيب لده؟ فكرة المساواة في حد ذاتها، المحكمة الدستورية ليها مبدأ بأنه المساواة بين المتماثلين اها مش بين المختلفين. فهي في الحتة دي بتيجي في بعض الأحكام مش في كلها، بتقول لك يعني في المسكن اعتبرت أن المسلم والمسيحي واحد، وبالتالي الزنا وجود رجل في محل منزل مسلم في محل مخصص للحريم فقط يضفي مشروعية إضافية وحماية إضافية على مسكن المسلم مش محطوط لمسكن المسيحي، فأبطلت فقضت بعدم دستورية النص في الجزء ده. لكن هي بتعمل بين متماثلين، هنا بتتكلم على رجل وامرأة، احنا يعني هي بتساوي بين المرأة والمرأة والرجل والرجل، فبتضع في اعتبارها في بعض الأحيان فكرة انه مثلا الرجل لازال مصرح له في مصر يزوج اكثر من زوجة، المرأة لا، وبالتالي اذا زالت المرأة في اي مكان وشو جوزها شافها يبقى قطعا هي زانية، لكن هناك احتمال شك ضئيل. طبعا المحكمة الدستورية بتطور قضائها في النهاية، وبالتالي نحن نأمل في أنه في ظل العصر الحالي وفي ظل مطالبتنا بمزيد من المساواة بين الرجال والنساء، وفي ظل وجود امرأة الآن في المحكمة الدستورية العليا عينت من كام يوم، من كام شهرين يمكن ولا بتاع، هيبقى في رؤية مختلفة ومنهج مختلف في المحكمة الدستورية، أو نأمل ده يعني. طب حضرتك قلت ان بتساوي بين المتماثلين رجل ورجل ومرأة ومرأة، طب ما هو كده بنفس القياس بس في بعض يبقى مسلم ومسلم ومسيحي ومسيحي، طب ما احنا ما عملناش ده لما جينا نبص المسلم والمسيحي المفروض. ولو خدت بالك، لا لو خدت بالك، هو رجل رجل ورجل، منزل مسلم ومنزل مسيحي، ده رجل وده رجل، وبالتالي اعتبرت الدين نفسه، الدين هنا في اخلال واضح جدا، النص واضح ما فيهوش اي حضرتك تقصد كلام من كده، المتماثلين بالنوع. بالنوع بالظبط. يعني في بعض الاحكام ده مش في كل قضاءها، بس في بعض الاقضيه بيحصل ده. ما ننساش ان قضاء المحكمه الدستوريه نفسه بيتطور، يعني مع الوقت بيتطور، وبالتالي كمان احنا عندنا امل في مزيد من التطور في اطار احترام مبدا المساواه، انه يبقى على اطلاقه بين المواطنين
مش وفقا للنوع بين المواطنين بشكل عام، بين المصريين بشكل عام، الزوجة زي الزوج. وبالتالي يعني انا شخصيا كنت ضد الحكم الصادر برفض فكرة رفض دعوى عدم التمسك في العقاب، لانه ايه اللي يخليك تدي واحدة سنتين وتدي واحد 6 اشهر؟ ليه اذا كانوا نفس الجريمة مثلا؟ هي بنفس الحكاية، ايه اللي يخليك تقول ان الزوجة تعتبر زانية اذا زنت في اي مكان، والزوج لا يعتبر زاني الا اذا زنى في منزل الزوجيه؟ عندنا اهي محاولات بتجري، وانت عارف ان التطور الاجتماعي عموما القضاء جزء من المجتمع، والتطور في اقضيه المحاكم بيبقى مرتبط بتطور المجتمع ايضا. فيعني عندنا امل ان احنا نتطور بشكل ما، وقضيه المحاكم تتطور معانا. طب هناخد الموضوع خطوة شوية لقدام، مش مقتصر بس على قصة عقوبة الزنا أو الأحكام الصادرة في هذه الجريمة، لكن هنتكلم على قوانين كتير في شبهة عدم دستورية ليه. يعني سواء بعد صدور دستور 2014 كان في قوانين كتير ما زالت لم يتم تعديلها عشان تتوافق مع هذا الدستور، أو حتى حاجات أقدم من كده. وده ياخدنا كلام عن مسار اللجوء للمحكمة الدستورية العليا علشان ننقح ونخلي القوانين متوافقة مع الدستور، عشان مش منطقي انه بعد 6 سنين من صدور الدستور تكون القوانين في حاجات كتير مش بس في الأحوال الشخصية وغيره مش متوافقة أصلا مع هذا الدستور حتى الآن. طب انت تصدق بالله هناك لا إله إلا الله. قوانين صدرت من البرلمان الذي انتهت ولايته من ايام، او هتنتهي 9 يناير بشكل نهائي، الرئيس اعلن فضل الدور خلاص، مخالفة للدستور ومخالفة يعني كمان يعني بشكل واضح. ففي الحقيقة في عندنا مشكلتين، مشكلة التشريع ومشكلة اللجوء للمحكمة الدستورية. نتيجة تعقيد اللجوء للمحكمة الدستورية أو الوصول للمحكمة الدستورية، ونتيجة أن مصر لا تأخذ بمبدأ الرقابة الدستورية السابقة على التشريع، بتاخذ مبدأ اللاحقة. يعني إحنا في بعض الدول بتعرض الأحكام القوانين أولا على المحكمة الدستورية، فإذا قالت أنها موافقة للدستور تصدر، إذا قالت أنها مخالفة للدستور يجري تعديل. احنا بناخد بحاجه اسمها الرقابه اللاحقه، يعني يصدر القانون الاول وبعدين نبقى نطعن عليه. في بعض الاحيان يجري الاعتماد على انه يعني موت يا حمارة ولا عقبال ما يجي لك العليق، يعني يفضل القانون صادر وبيشتغل الى ان تؤخذ عدم دستوريه. عشان اوصل للمحكمه الدستوريه لازم اروح اولا، لابد ان يرسلني قاضي، يعني لازم اقنع انا الاول قاضي اللي بينظر الدعوة فيأمر بإحالة هذه الدعوة، أو القاضي يقتنع من تلقاء نفسه من غير ما المحامي يقول له فيرسل هو النص إلى المحكمة الدستورية العليا. بغير هذين الطريقين طبعا للحكومة الحق إنها تروح المحكمة الدستورية العليا لوحدها، يعني بغير طريق القضاء أنا ما بقدرش أوصل. فأنت عندك كمان قضاة كتير جدا ما بيحبوش يبعتوا الدستورية، أولا لأنه لو قعد يبعت الدستورية مش هيشتغل، لان انت هتوقف الدعوه لحد ما لحد المحكمه ما الدستوريه فده كمان هيعمل تكدس عند المحكمه الدستوريه، بيوضع في الاعتبار. ففي الحقيقه انا كنت من انصار الرقابه السابقه، لكن معلش يعني احنا خدنا بالرقابه اللاحقه. فعندنا مشكله في هذه المساله. المطلوب في الحقيقه مش ان الناس تروح الدستوريه كل شويه، المطلوب ان البرلمان يكون لديه من المسؤوليه والحس القانوني والمستشارين القانونيين ما يجعله يزن التشريع قبل إصداره. طبعا ده بالنسبة للجديد. القديم تستطيع الحكومة إن حسنت النيات إنها تشكل لجنة تعيد مراجعة التشريعات ده كلام السابقة مهم. على دستور 2014، وتبعت، لأن من حق الحكومة لوحدها إنها تبعت للمحكمة الدستورية وترسل ولو على 10 سنين، يعني على خطة من 10 سنوات، نص ورا نص ورا نص، فننقي نظامنا القانوني من ما هو ضد الدستور، من كل نص ضد الدستور. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ نجاة البرعي المحامي بالنقد ومدير المجموعة المتحدة للقانون. قوات الأمن بمحافظة الدقهلية ألقت القبض على 9 من العاملين في شركة سمات طلخة التابعة لقطاع الأعمال العام، بينهم 4 من أعضاء اللجنة النقابية، وذلك ردا على اعتصام العمال الذي بدأ قبل أيام احتجاجا على قرار الوزارة بنقل المصنع إلى السويس لاستغلال أرض الشركة في إقامة مجمع سكني بحسب تأكيدات العمال.
فيما أكدت وزارة قطاع الأعمال في بيان رسمي أن نقل الشركة من الدقهلية إلى السويس سببه الانبعاثات الحرارية للمصنع والمتجاوزة للحدود المسموح بها بيئيا نتيجة تقادم المعدات وتأثير ذلك سلبا على المجتمعات السكنية الملاصقة للمصنع والمقابلة له من ناحية مدينة المنصورة والتي لم تكن موجودة عند إنشائه. وشددت الوزارة على التزامها الكامل بحقوق العاملين وعرض بدائل التعويض أو نقل بعضهم إلى المصنع المطور في السويس وفقا لاحتياجات الإدارة. هيئة قناة السويس قررت تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن على ما كانت عليه في العام الماضي، بالإضافة إلى تجديد جميع الحوافز والتخفيضات التي تم اعتمادها خلال عام 2020 لبعض فئات السفن. وقال أسامة ربيع رئيس الهيئة إن تلك القرارات تأتي ضمن الجهود المبذولة للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، موضحا أن الهيئة نجحت في الحفاظ على أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة وفق المعدلات الطبيعية والإبقاء على حصيلة الإيرادات عند مستوى قريب من عائدات 2019 والتي سجل الإيراد فيها أعلى رقم له على مدار تاريخ القناة. وأضاف أن مؤشرات أداء قناة السويس خلال العام الماضي تعد نموذجا ناجحا في كيفية إدارة الأزمات رغم الظروف المضطربة والتحديات غير المسبوقة التي شهدها العالم في ظل تراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية وانكماش الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط. قبل أن نخرج إلى فاصل نترككم مع تقرير عن الخطاط محمد وهدان الذي أسس مع عدد من الخطاطين مدرسة القلم في قلب القاهرة الإسلامية وذلك لتدريس وتعليم الخط العربي. ابقوا معنا. اسمي محمد وهدان، أنا مهندس معماري حر ومدير ثقافي مستقل وأعمل كمدير إبداعي لمدرسة القلم لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية. علاقتي مع الخط العربي بدأت مع التحاقي بمدرسة تحسين الخطوط العربية، مدرسة نظامية حكومية، ولكن خلال وجودي في هذه المدرسة ربما تفتحت عيني على التحديات الكبيرة التي واجهها ملف الخط العربي في مصر، لذا سعيت جاهدا مع زملائي أحمد ششوك وأحمد خلاف لإطلاق مبادرة القلم لفن الخط العربي عام 2015 لتكون يعني لبنة في التأسيس لنهضة خطية ولنشر وإحياء هذا الفن الأصيل، وذلك بمساعدة أساتذتي من الخط الكبار. والخط العربي هو المكون الأساسي للغتنا وهويتنا وتراثنا، هو ركن الرئيس للعمارة الإسلامية بعناصرها المختلفة، فنجد الخط العربي واضحا وموجودا وبقوة على المحاريب على المنابر والمآذن والقباب والشرطة الكتابية، كما في مسجد السلطان حسن بخط الكوفي المملوكي أو في مسجد الرفاعي حولنا هنا بخط الثلث المملوكي أيضا، وفي بعض الأحيان بأنماط وأساليب مختلفة. فمع تغير الخط العربي وتواجده في أمصار مختلفة نجده يتحور ويتغير ويكتسب صفته الخاصة به التي تتغير بمرور الزمان والمكان. ونجده موظفا ومستخدما على خامات متنوعة كالنحاس والخشب والحلي والمجوهرات والزجاج والنسيج بأنواعه المختلفة. وعلى الرغم من كل التحديات التي واجهها الخط العربي إلا أننا نرى ما يحدث في مصر أشبه ما يكون إلى صحوة خطية من قطاع كبير من الشباب نتلمسه في أعداد كبيرة من الطلاب والدارسين الحريصين على تعلم فن الخط العربي والتخصص فيه وأيضا كيفية تحويله إلى صناعة ثقافية وإلى منتجات يمكن توظيفها وبيعها وطرحها للجمهور العام، وليس فقط من على مستوى المصريين لكن أيضا على مستوى الوافدين للدراسة بمصر سواء بالأزهر الشريف أو غيره، نلاحظ منهم اهتماما ملحوظا بهذا الفن واحتراما وتوقيرا له. ومع
احداث الكورونا وعزوف بعض الناس وتخوفهم على استمرار التعلم، اطلقنا مشروعا جديدا يحمل اسم وقفيه الخط العربي، بحيث يكون موردا لكل المهتمين بالخط العربي حول العالم، وسيكون محتوى مفصلا ومرتبا لاكثر من 8 خطوط عربيه متنوعه، بدءا من المفردات، الاتصالات، الجمل، ستكون مطروحه قريبا جدا وبشكل مجاني، ومصحوبه بالترجمه للغه الانجليزيه، بحيث يكون هناك مجال لوصولها إلى نطاق أوسع. أهلا بكم من جديد. انشغلت مصر خلال الساعات الماضية بكارثتين حدثتا في مستشفى زفتة بمحافظة الغربية ومستشفى العزل بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، وذلك بعد وفاة عدد من مرضى كورونا نتيجة انقطاع الأكسجين بشكل مفاجئ عن أجهزة التنفس بغرف العناية المركزة. وفتحت نيابة الشرقية تحقيقات في واقعة وفاة 4 من المرضى بقسم عناية العزل، واستدعت مدير مستشفى الحسينية لأخذ أقواله في الواقع والوقوف على حقيقة الفيديو الذي تم تداوله من داخل المستشفى ومدى توافر الأكسجين داخل المستشفى. نشاهد تقرير عن هذا الموضوع ثم نعود لنبدأ النقاش. كل ما هو في العناية مات. تحركات قانونية بدأت في أسباب وفاة مرضى فيروس كورونا داخل مستشفى الحسينية المركزي، وذلك بعد الغضب الذي أثاره مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمطالبات بالتحقيق في أسباب وفاة 4 مرضى. ما فيش إلا قطاع التمريض. المقطع يصور وحدة العناية المركزة في المستشفى الحكومي بمحافظة الشرقية، ويوضح وفاة مرضى في غرفة الرعاية نتيجة نقص الأكسجين أو انقطاعه، وسط محاولة الأطقم الطبية إنقاذ المصابين من الموت. الكارثة نفسها تكررت في مستشفى مدينة زفتة بمحافظة الغربية، حيث أشار فيديو متداول إلى موت مرضى لانقطاع الأكسجين هناك. نيابة مركز الحسينية باشرت التحقيقات في الواقعة للوقوف على حقيقة الفيديو ومدى صحة الاتهامات وتوافر الأكسجين داخل الشبكة الرئيسية للمستشفى وجاهزية الشبكة الاحتياطية وقت الاحتياج إليها. واستدعت النيابة مدير المستشفى وعدد من الأطباء وذوي المتوفين للاستماع لأقوالهم، ونفت جهات رسمية الاتهامات بشأن وفاة المرضى بسبب نفاد الأكسجين، وعلى رأس تلك الجهات وزارة الصحة المصرية ومحافظة الشرقية. وعلق على الواقعة مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية قائلا إن بالفعل هناك زيادة في استهلاك الأكسجين لارتفاع عدد الحالات المصابة، أو لأننا في فترة الشتاء ونسبة مضاعفات الأمراض الصدرية في زيادة. من جانبه قال نائب مجلس النواب عن دائرة الحسينية إن المرضى توفوا نتيجة الإهمال وسوء إدارة أزمة نقص الأكسجين، وطالب بمواجهة الأزمة والاعتراف بها وليس إنكارها حتى لا تتكرر المأساة. الحقيقة أنه الطبيعي أنه يتم التعامل مع الموضوع بنفس الشكل اللي تحدث عنه النائب، نرى فين الخلل، نحقق ونشوف المشكلة فين عشان ما تتكررش تاني. لكن اللي حصل في فترات سابقة في الساعات السابقة أنه ناس عمالة تجيب فيديوهات من دول تانية تقول ألام في ناس تانية بتموت برضو بنقص الأكسجين، ناس بتنتقد الممرضة المسكينة اللي كانت قاعدة منهارة على الأرض أن هي ما بتشوف شغلها، يعني مش عارف إزاي، وجزء تاني بيهدد بمحاسبة اللي نشر الفيديو، اللي صور الفيديو، اللي نشر الفيديو، حتى المحافظ شايف أن ده هو الفعل الأكبر اللي يستحق التحقيق مع الامن مش الكارثه اللي حصلت في المستشفى. عموما خلينا نتكلم عن هذا الموضوع. معنا الدكتور مصطفى جاويش وكيل وزاره الصحه المصريه سابقا، برحب بك يا دكتور. يعني واقعه مؤسفه جدا في الحقيقه، مشاهد والفيديوهات طبعا احنا ما قدرناش نعرض كل الفيديوهات لانها صعبه جدا ويعني هتكون مؤثره بشكل كبير على الناس، لكن خلينا نتكلم عن هذه الواقعة اللي بيبررها البعض بأنه ده عادي في مستشفيات بتحصل فيها نقص أكسجين، وده مش بيحصل في مصر بس ده بيحصل في كل العالم. هل وارد أنه يحصل حاجة بالشكل ده، أن أكسجين ينقطع أو يقف فجأة عن عناية مركزة فيها عدد كبير من المرضى اللي يعني الأكسجين بالنسبة لهم هو الحياة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى حضرتك استمر والأسادة المشاهدين، هو الحقيقة يسمح لي في عجالة أوضح للأسادة المشاهدين يعني عناية مركزة ويعني رأس أكسجين. والحقيقة
احنا عندنا في مصر كان مشروع بدأ من 2010 او 2011 انقاذ الخنازير بتوفير تانك اكسجين سائل في جميع المستشفيات المفروض يكون موجود حاليا يعني. لكن هو الحقيقه ان هذا التانك بيكون متوصل على ما يسمى شبكه الغازات الطبيه داخل كل مستشفى، والشبكه دي لها 3 مخارج، مخرج هواء، مخرج اكسجين، ومخرج لجهاز الشفط. فبالتالي التانك متوصل على تلك الشبكه من الغازات، لكن بيكون عندنا في نفس الوقت مخزون احتياطي من اسطوانات الاكسجين على نفس الشبكه، يعني بسويتش، بحيث لما يبدا التانك يقل في الغاز المسال نبدا نشغل الاسطوانات لحين ملء هذا التانك، بالاضافه الى مصدر ثالث احتياطي، اسطوانه صغيره جنب كل سرير بتشتغل يدوي، حاجه اسمها امبوباد عند الضروره. دي الحقيقه الفكره دي اللي حصل الحقيقه ان من كلام في الناس في زفته والناس في الحسينيه ان التانك وصل لمستوى متدني جدا من كميه الغاز. والحقيقه ان المتحدث الرسمي للوزاره الدكتور مجاهد قال كلام مشابه جاء في الصحف اليوم، قال ان التانك كان فيه 500 لتر. الحقيقه احنا عندنا التانك نوعين، يا اما 10,000 لتر او 20,000 لتر، ناخد احتمالين. هو عندنا لو كانت النسبه 500 لتر دي في تانك الحسينيه والتانك ده 10,000 لتر، دي بحالات وصلنا لمعدل 500 على 10,000، يعني 5% من كميه الغاز. دي معناها ان الضغط داخل التانك بيكون قليل جدا، ما يقومش شبكه الغازات الطبيه، ما يشغلش التنفس الصناعي، وده مؤشر خطوره. الحاجه الثانيه طب الاخطر مش المفروض لو بيكون في كانت حاجه بتنبه انه اقول لحضرتك ان الموضوع قرب يخلص؟ اقول لحضرتك حاضر، اتفضل. لو او عليه مؤشر وعداد، لو كان التانك قوته 20,000 يبقى كده النسبه 500 اللي كلام عليها المتحدث الرسمي تعني 2.5%، ودي كارثه، يعني الناس هتموت. الحاجه النقطه حضرتك دلوقتي فضلت بيها ان عندنا داخل العنايه المركزه في لوحه التحكم فيها جرس انذار، هذا الجرس الر بيضرب صوت عالي جدا عند حدوث مشكله في التانك. الصوت ده صدر فعلا، عشان كده المنظر اللي حضرتك كان الحقيقه لم تعرضه عشان على مشاعر الجمهور، فعلا الناس كلها بتجري داخل العنايه، ليه؟ الجرس بيضرب، كل المرضى جيرهم خايفين. مع الاسف اليوم محافظ الشرقيه اليوم بيقول يعني ايه لما الجرس يضرب؟ ده امر عادي. واضح ان هذا المحافظ لا يعلم طبيعه شغله، لا يعلم يعني ايه العالم وكذا، المفروض ما يتكلمش بغير شغله. الجرس يضرب يعني فيه خطوره، العين هيموت، ده معناه ان العين بيموت، ده اللي خلى الناس كلها تجري داخل المستشفى. كون الجرس ضرب مع كده ان ضغط الاكسجين قل، يبقى الناس هتموت، يبقى البديل ايه؟ نقلب على الشبكه اللي هي الثانيه اللي هي الاسطوانات عشان نضمن تدفق الغاز لعند ما العربيه تملا التانك المساعد. هذا لم يحدث، عشان كده العينين ماتوا. ده باختصار يا استاذ سامر كآليه للي حصل. فهنا النوع حاجتين، يا اما ان التانك اصلا ما حدش بيتابعه، او ما فيش الاسطوانات الثانيه فاضيه، او الموظفين مش واخدين بالهم، او مدير المستشفى مش مهتم، او وكيل وزاره مش على باله. الحقيقه دي كل دي الحقيقه امور واضحه. عشان كده النيابه من امس اهتمت بالموضوع، يعني هندرس هنتابع الموضوع، لكن هل هنتابع مش مع الاطباء فقط، عايزين متابعه من الاطباء، مع الفنيين، مع قسم الصيانه، مع فني سفني تشغيل شبكه الغازات، مع وكيل وزاره، مع المحافظ، لازم كل يسالهم اين الخلل؟ لازم نوصل عشان نحمي بقيه الناس في باقي المستشفيات، لحد نقطه في منتهى الخطوره. اللي بياكد الكلام ده يا استاذ سامر ان اليوم في جريده مصراوي جاء خبر في منتهى الغرابه، اسمح لي اعرضه لحضرتك. دكتور مصراوي بيقول ان اهالي مستشفى الحمول المركزي وفرهم 57 اسطوانه غاز، وبكده انقذوا العينين يموتوا. يعني معنى كده ان لولا الاهالي جيرهم ده في مصراوي، الاهالي وتحركهم وجابوا الغاز، كان معنى كده ان الناس هتموت فعلا. يبقى اذا المشكله موجوده، ودي حقيقه يجب الا نخفى يعني عنها. يقول ان المشكله مش بس في المستشفى دي او الثانيه، لا ده واضح ان في مشكله عامه. أيوة والمشكله، طبعا. انا بس عايز الخص كلام حضرتك يا دكتور، لانك قلت اكتر من جزء مهم، وعشان برضو نفهم او نتاكد ان احنا فاهمين صح. رقم واحد، في اهمال حصل بانه في مؤشر المفروض يتابع انه حصل، او انه الضغط بقى قليل، او ان الكميه الموجوده قليله، فبالتالي لازم نتحرك عشان نجيب، فبالتالي واضح ان ده ما حصلش. في تانك احتياطي او اسطوانات احتياطيه في حاله ان ده ان التانك الرئيسي فرغ لاي سبب، واضح ان ده مش موجود، لان احنا شايفين الامور ماشيه ازاي. كمان الجزء الثالث، اسطوانات جنب كل سرير علشان في حاله حدوث مشكله في الحاجتين الاولانيين نتحرك، واضح برضو
ان كل ده مش موجود. فواضح الموضوع مش قضاء وقدر، واضح ان في ناس كان المفروض تعمل حاجات ما عملتهاش. ده باختصار. ايوه تمام، ده واضح جدا. يا اما عدم وجود جاهزيه من الاساس، او اهمال، او سوء اداره، اي خلل. لكن في الحقيقه، ان بالامس طلع وكيل وظائف مدير مستشفى او في زفت بيقول ان الاطباء اشتغلوا فعلا الاطباء عملوا دورهم، التمريض عملوا دورهم. الطب هيعمل ايه اذا كان مفيش اكسجين؟ ما هي الفكره كلها، هي ليه الممرضه انهارت حست بالعجز وقله الحيل، مش عارفه تعمل ايه، اللي فيها تعمله؟ مفيش اكسجين والعين بيموت، مش قادر يعمل له حاجه. دي نقطه انسانيا في منتهى القسوه على النفس، ان شايف انسان مش شايف هوا، مش قادر ياخد نفسه. دي مشكله فعلا، لازم يكون فيها اشد العقاب على كل المسؤولين من اولهم لاخرهم بالتدرج بما فيهم. تطلع للوزيره كلها مسؤوليه تضامنيه، مش هنجيب دكتوره ونجيب عامل نحاسبه. وزاره الصحه او وزاره الصحه طلعت بيان، حضرتك اكيد قريته النهارده من كام ساعه، بيقول انه وزاره الصحه بتؤكد توافر مخزون كافي من الاكسجين الطبي بجميع المستشفيات اللي بتستقبل مرضى فيروس كورونا، وانه ما فيش اي مشكله في توافر الاكسجين. طيب حضرتك عرضت الخبر اللي موجود على الشاشه المتعلق بمستشفى الخبر بيكذبه على طول الاهالي، بالاضافه لمستشفيين حصل فيها مشاكل، وده يقول ان المحاسبه حضرتك بتقول من اول الوزيره. واضح انه الناس منشغله بالتبرير اكتر من ان هي تحس ان في مشكله وتصلحها. تمام يا استاذ تامر. الحاجه المشكله الاكثر اللي ظهرت في الساحه ولازم نتكلم عليها، ان احنا عندنا حاليا توريد الاكسجين للمستشفيات او توريد الادويه او المستلزمات او الصيانه كلها اصبحت حاليا بموجب القانون اللي طلع اللي هو 151 2019 دي من شغل هيئه الشراء الموحد برئاسه اللواء بهاء زيدان. دي تصميم شغله توفير الاكسجين. اللواء بهاء زيدان لما كان في المؤتمر في ابريل اللي فات، حضرتك تتذكر ان السيسي بص وراه قال له يا بهاء خلي بالك من المخزون، واي حاجه تقول لنا وانا معاك ونتصرف. باذن الله اصبحت حاجه على اعلى مستوى موجود في مصر، التحكم في الغازات الطبيه اللي منها الاكسجين. فبالتالي لما لقينا من الشهر الماضي طول الشهر الحقيقه كل يوم رئيس الوزراء مجتمع مع وزيره الصحه، مجتمع مع المصانع، عايز اوفر تنكات، عايز اكسجين. ليه؟ لان عندنا البيان الرسمي ان الاحتياج زاد من 400 متر مكعب من 400,000 متر مكعب يوميا الى 700,000 متر مكعب. فبالتالي الاحتياج تضاعف، وده بيعني ان ايضا المرضى تضاعفوا، لان عندنا في معدل الصحه العالميه صحنا عامله جداول لاستخدام، عندنا الرعايه المركزه رعايه بسيطه متوسطه ورعايه حرجه ورعايه يعني درجاتها، لو ال 100 مريض بيحتاجوا في اليوم من 60 ل 180 متر مكعب يوميا. فلما العدد دي تضاعف معنى كده ان المرضى زادوا. ايوه ده مؤشر من الخطوره. الحاجه الاخطر ان كان عندنا من 4 ايام مساعده وزير الصحه دكتوره فضيله اسمها هناء سرور، كانت في زياره المستشفى شبين الكوم، لا بتقول في المكتوب في التقرير اللي جاي في الصحف ان اللي فيه 7 سراير عنايه مركزه منهم 5 مشغولين، يعني النسبه حوالي فوق 70%. الوزيره بتقول النسبه 40%. الحاجه الثانيه ان مساعده الوزيره بتقول احنا طلبنا من الاهالي يجيبوا 23 سرير عنايه مركزه بالجهود الذاتيه وفي مكان نحطهم فيه. طبعا ده الكلام ده بيعني اكتر من حاجه الحقيقه، بيعني ان الوزاره ما عندهاش تجيب وبتطلب من المجتمع المدني. ماشي المجتمع المدني ممكن يساعد، لكن هيتحطوا فين؟ في شبكه الغازات. والاخطر هجيب لهم منين دكاتره وتمريض؟ ما هو ده في عجز ايضا، دي منظومه متكامله. فاللي بيتكلم في حلول مشاكل بيتكلم كلام عددي من ناحيه الكميات مش الكيفيه. لا وزي ما حضرتك اشرت الجهود الذاتيه ديت تحترم ويعني اللي يعملها كتر خيره، لكن طبعا في النهايه تبقى الحفاظ على صحه الناس وتوفير الموارد اللازمه لشراء المستلزمات الطبيه والحفاظ على حياه الناس، دي مسؤوليه الدوله، دي ما فيهاش كلام. اللي يعمل في النهايه كتر خيره، لكن ده ما ينفيش او ما يشيلش مسؤوليه عن الدوله. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى جاويش. يا بنتي نقطه صغيره اتفضل سريعا. الحقيقه ان موضوع التمويل، احنا عندنا يا فندم 100 مليار جنيه مصري متوفرين، جالنا قرض من الصندوق المالي الدولي مرتين 2.8 مليار دولار، 1.2 مليار دولار، جالنا 89 مليون يورو من الاتحاد الاوروبي دعم، جالنا 7.10 مليون دولار. في النهايه ده مش مشكله الناس، احنا عندنا ناس بتدفع ضرائب 85% من ايرادات البلد من ضرائب الناس، فبالتالي لو ما فيش قروض ما فيش غيره. في النهايه اللي دافعين الفلوس دي من حقهم يلقوا رعايه صحيه باللي بيدفعوه، ففي النهايه ما فيش حد يعني بيتعطف عليهم بشيء. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور مصطفى جاويش وكيل وزاره الصحه سابقا. خلونا نرحب برضو علشان نتكلم عن الجزء المتعلق باداره الازمه، معانا الاستاذ محمد سعد الباحث في العلاقات الدوليه. برحب بك يا استاذ محمد.
دايما بنتكلم عن إدارة الأزمة في مصر، إنه نكون عارفين حاطين سيناريوهات، ما فيش حد عنده مفاجأة إن هيكون في موجة تانية لكورونا في شهر ديسمبر ويناير وفبراير من شهور، عارفين ده، كل العالم كله بدأ يستعد، لكن واضح إن إحنا كالعادة في مصر اتفاجئنا بده كالعادة، إن إحنا نبقى عارفين الميعاد، نبقى عارفين إن في مطرة والشوارع تغرق، نبقى عارفين إن في كورونا وتحصل، تحس إن الناس كلها بترتجل كأن ما فيش أي خطة بديلة. بتشوف ده إزاي؟ مساء الخير أستاذ تامر، ومساء الخير على السادة المشاهدين. إحنا يعني نكاد نكون بنلف في نفس الدائرة. إحنا بنتكلم في الأساس على خلل في الأولويات. في مشكلة بتقابلنا، رقم واحد إن إحنا كنا متوقعين على سبيل المثال أول ما بدأت الأزمة في بدايتها في الربيع الماضي، كنا متوقعين إن يتخصص ميزانية تخصص مجموعة من خطط الطوارئ. الكلام ده ما حصلش الحقيقة، أو لو حصل كان في مشكلة كبيرة قابلتنا، إن في يعني فجوة كبيرة جدا ما بين اللي الدولة عرضته والدولة قدمته ووريته لنا في التلفزيون أو وريته لنا في الأجهزة الإعلامية التابعة للدولة، من تجهيزات سواء قامت بها القوات المسلحة أو قامت بها مؤسسات الدولة المختلفة. لكن للأسف الشديد جدا كان في فجوة كبيرة جدا من اللي احنا شفناه وما بين اللي حصل على الأرض. ويبدو أن هذه التجهيزات كانت تجهيزات من شأنها أنها تقدم شكل من أشكال الدعاية أكثر منها حل للأزمة. فدوت اللي بيخلينا نشوف في الأساس أن احنا رجعنا تاني أن الأولويات بشكل كبير، وبشكل تاني احنا بنشوف ان على سبيل المثال مثلا لازلنا الى الان بنتكلم ان المرضى بيتحملوا تكاليف المتعلقة باختبارات الفيروس. يعني ده أمر غريب جدا وده أمر مش مفهوم تماما، في حين إن إحنا كنا متوقعين إن إحنا نبذل مجهود أكبر، إن إحنا يبقى عندنا قدر أكبر من محاولة محاصرة المرض اللي بدايته إن إحنا نحاول إن إحنا نتتبع الفيروس وانتشاره. دوت ما حصلش. الأمر الثاني اللي حصل إن إحنا كنا بنتكلم عن في مشكلة تانية بتحصل. يعني أنا شايف إن في خلل في الإدارة الأمنية للأزمة. أنا أظن إن كان في فرصة إن سواء اللي حصل في مستشفى الحسينية أو في مستشفى زفتة أو في كذا أو في كذا، إن كان في عدد من الأطباء والممرضين والأطقم الطبية إن هو يتكلم أكتر عن الخلل دوت. لكن نظرا للمطاردات الأمنية الدائمة لكل حد بيتكلم وكل حد بيحاول إن هو يقول على خلل ما، إن هو بيتحط بيتعلق في رقبته الجرس زي ما بيقولوا، وبيتحط عليه الليبل الكبير ان انت من قوى الشر او كذا. النهارده كلام الوزيره كلام في غطر. يعني الوزيره اول ما سمعت عن الازمه عملت الاتي، بدل ما تقول والله يا جماعه احنا هنحقق لان احنا ما عندناش المعلومات، قالت اللي بيقول الكلام ده اخوان. طب ده كلام معناه ان الوزيره مش مهتمه بالاساس بانها تعرف اساس المشكله او حتى تحقق في المشكله، لا هي مهتمه باطلاق الاتهامات. وده الحقيقه حاجه بترتبط مش بس بالوزيره، لان راس النظام بيقول نفس الكلام. سيد رئيس الجمهوريه دائما وابدا يرد على منتقديه، هو احيانا بيقول ردود جيده جدا، لكن هو بيبداها دايما بمهاجمه منتقديه ان هم قوى شر او مؤامره. مش كل اللي بينتقدوا دايما قوى شر، ممكن الناس يكون عندها مشاكل بعينها، ممكن الناس تكون بتشاور على بالعكس، ربما خال معين، الفيديوهات اللي لكن قدامنا الطريقة دي اللي هي في إن احنا بنحاول يعني نمشي لولا لأن انها هو اتصورت، مؤامرة على مصر ده بيعمل مشكلات. الفيديوهات اللي بتتعرض دلوقتي واللي انتشرت واللي محافظ الشرقيه بيقولوا انه هيحقق عشان يشوف ازاي اتصورت اصلا، لولا انها خرجت ما كناش هنكون بنتكلم دلوقتي ازاي نحل الازمه، مش ما كانش هيكون في اجتماعات في الوزاره عشان تقول ازاي نوفر الاكسجين، ازاي نوفر المستلزمات الطبيه. في الحقيقه انه إتاحة المعلومات وخروج المعلومات هو اللي بيصحح الأخطاء، لأنه في النهاية لو ده ما حصلش كنا نقرأ خبر عادي جدا عن وفاة 4 أشخاص في العناية المركزة مصابين بكورونا، فده عادي بيحصل طول الوقت، لكن ظهور الفيديو هو اللي خلى الناس تتحرك، فالطبيعي إن الناس تتشجع إنها تعمل ده، مش إن هي ترهب وترهب طول الوقت إن هي تنشر حاجة أو تزيح حاجة. ده حقيقي. أنا عايز يعني أقول إن الأطقم الطبية عليها يعني ضغط كبير جدا، والضغط الأمني.
الى جانب ضغط المرض نفسه. يعني الاطقم الطبيه في العالم كله بيتعرضوا الى مشكله كبيره جدا، وهي مشكله محاربه المرض، لان هم حتى في الصفوف الاماميه وكثير منهم بيسقط. لكن كمان في مصر احنا عندنا كمان الضغط الامني. انا لو كنت مسؤول، لو كنت مسؤول عن انقره، كنت في الازمه دي بالذات كنت سبت الناس تقول اللي عايزه تقول، حتى لو بيبالغوا، لان دوت اللي هيخليني في الدنيا. النظام السياسي قادر ان هو يرفع الواقع تماما، مفيش اي نظام سياسي قادر لوحده ان هو يرفع الواقع. ازاي هتعرف ان الواقع بيحصل فيه خلل وبيحصل فيه مشاكل؟ لان الناس تتكلم. سيب الناس تتكلم حتى لو بالغوا شويه، حتى لو قالوا كلام انت ممكن تشوفه مش مظبوط قوي، سيب الناس تقول اللي بتشوفه، وبعد كده انت حل اللي الناس بتشوفه. لكن الحقيقه الطريقه ديت اللي بتخلينا نشوف دايما ان الناس مسلط عليها سيف الامن دائما ومسلط عليها. يعني السيد المحافظ أول حاجة فكر فيها إن هو يعاقب الناس صحيح. اللي كانت مسؤولة إن الأمر دوت يحصل، في حين إن أنا لو كنت مسؤول كنت كرمت الناس دولت وكنت شفت وسائل تانية اصل هو في الناس دول كمان تخليني يا استاذ أرفع محمد مش الواقع ناس معديين، دول ناس فعليا من كده. مرافقين لمرضى، والست اللي بتتكلم بتقول ان ابنها مات، فهم ناس يعني مجني عليهم، ما ينفعش ابدا ان هم يتحولوا الى جناه او ان هم يصوروا ان هم اللي عملوا المشكله، لا هم ضحايا لهذه المشكله، وناس فقدوا اقاربهم او كانوا متعرضين للفقد بسبب اهمال شخص اخر. في النهايه زي ما قلنا اتاحه المعلومات هو اللي هيحل المشاكل مش حاجبه. شكرا جزيلا استاذ محمد سعد الباحث في العلاقات الدولية، بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر خدمة سكايب، وشكر دائما وأبدا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. غدا حلقة جديدة من بتوقيت مصر، دمتم بخير.